يعتبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة المطار الأهم في مطارات السعودية، حيث أنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط السعودية، كما يعتبر بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. تم افتتاح المطار رسميا في عام 1981 في شهر أبريل، ويحتل المطار مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، كما يتميز أيضا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم، وهي صالة الحجاج، حيث تبلغ مساحتها قرابة 500 ألف متر مربع. ومن المقرر في عام 2017 أن يتم افتتاح المطار الجديد، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني. ومشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يسعى عند انتهائه أن يقدم مدينة متكاملة، فمساحته تصل إلى 105 كيلومتر مربع، كما يعتبر أحد أهم المعالم الحضارية في جدة. وقد فاز مطار جدة الجديد بجائزة أفضل مشروع هندسي على مستوى مطارات العالم خلال المنتدى العالمي الثامن للبنية التحتية لعام 2015، من حيث الشكل والمواصفات والكفاءة والتجهيزات في التقنية الحديثة. وصمم المطار ليستقبل 80 مليون مسافر.